كما اجتمع معالي وزير الخارجية مع معالي السيد نيكوس كريستودوليدز وزير خارجية جمهورية قبرص. خلال الاجتماع أشاد معالي وزير الخارجية بالمستوى المتطور لعلاقات الصداقة التي تجمع بين البلدين، منوها معاليه بأهمية مواصلة التنسيق المشترك بينهما إزاء مختلف القضايا. من جانبه أكد معالي السيد نيكوس كريستودوليدز اهتمام جمهورية قبرص بتنمية العلاقات مع مملكة البحرين في شتى المجالات، متمنيا لمملكة البحرين دوام التقدم والازدهار.